زي حل البلد، يوم فوق يوم تحت، والعملية من ساعة ما عدم الاستقرار مش متظبطة خالص، العملية خالص. بالنسبة للملابس وكده، الحاجات فيها حاجات مستعملة وحاجات كويسة، وحاجات بتيجي ستوكات منحوسة، وحاجات ماركات. وبعدين زبون الوكالة بيتواصل، واحد غلبان جدا وفريق، واحد مبسوط جدا انه يدور على المركب سعر كويس. فبالنسبة للزبونة، زبونة متفاهم مش شرط، ممكن واحد يبقى مبسوط جدا بينزل الوكالة، ممكن واحد يبقى جدا بينزل الوكالة. يعني كل الطبقات بتيجي الوكالة؟ بتيجي الوكالة، في ناس مرتاحة جدا جدا بتنزل من عربياتها تركنها في جراج وتيجي تشتري من هنا ومش محتاجة. تمام، مين بيحدد الأسعار الحاجة؟ والله أسعار الحاجة بالنسبة مثلا الكيلو احنا بنشتري مثلا للتاجر بيبقى معروف، فرز أول فرز تاني فرز تالت، فالحاجة حاجة تحملها بيبقى سعرها كذا، وحاجة كويسة سعرها كذا حسب نظافة الكيلو. في مكان معين تشتروا منه ولا كل في كل شغل بيجي من بورسعيد؟ من بورسعيد. تمام.